أي متابع للأحداث هيعرف أن الحروب العالمية ما بقتش حروب بالسلاح التقليدي. الحروب في كل زمن بتتغير أسلحتها، من حرب الاستقلال لحروب على الحدود لحروب على البترول والمية، وأخيراً حرب على الكهرباء والطاقة. كلنا متابعين مباراة الشطرنج اللي بتلعبها روسيا مع أوروبا، وإزاي الصين بقت بتواجه حرب على الطاقة. عشان كده ما كانش ينفع أن العالم كله يبقى أسير لمصدر واحد للطاقة مصيره يخلص، اللي هو البترول طبعا. العالم كله النهاردة بقى تحت ضغط التغيرات المناخية المرعبة وحملات حماية البيئة، وده خلى دول كتير تتجه بإرادتها أو على غير إرادتها لما يسمى بالطاقة الجديدة والمتجددة. طاقة نظيفة ملهاش أي انبعاثات أو عوادم بالمقارنة بالطاقة التقليدية من الوقود الأحفوري اللي اتوجد تحت الأرض من ملايين السنين ولن يتجدد. كل دولة دورت على مصدر مرتبط بمناخها وظروفها أملاً في خلق مصدر نظيف للطاقة وكمان مصدر رخيص للطاقة. خلال الخمس أو ست سنوات اللي فاتت السوق المصري شهد نقلة كبيرة، وده في الحقيقة راجع لإصدار القانون الأول للطاقة المتجددة، هو قانون 203 لسنة 2014، واللي بناء عليه نظم العلاقة ما بين القطاع الخاص والحكومة ومؤسساتها المختلفة، وبناء عليه اتوجدت الآليات لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص، واللي تبلورت من خلال مجمع بنبان للطاقة الشمسية 32 مشروع باستثمارات أكثر من 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح أيضا اللي موجودة، سواء مجمع الزعفرانة واللي سبق إنشاؤه من خلال هيئة الطاقة المتجددة، مجمع جبل الزيت واللي شرف بافتتاح السيد الرئيس ليه في يوليو 2018، وأيضا مجمع خليج السويس واللي جاري العمل على تطوير وإنشاء المشروعات الخاصة به من خلال القطاع الخاص. هي الطاقة المتجددة؟ طيب خلينا نقول الطاقة المتجددة يعني طاقة مستمرة، هي طاقة نظيفة بتحافظ على البيئة، مفيش أي انبعاثات، بتتمثل في الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية. ده بمعنى الطاقة الجديدة. طبعا في طاقة نووية، بس احنا خلينا في الإطار بتاع الطاقة المتجددة. زي ما قلت لحضرتك ان في 2014 كان في يمكن مؤتمر المناخ معمول في باريس علشان تغير المناخ على مستوى العالم، بما فيها كانت محطات التقليدية العادية للكهرباء والانبعاثات وثاني أكسيد الكربون، فأصبح في توجه في دول العالم كلها بأن يتم إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، لأن زي ما قلنا حاجة طاقة نظيفة جدا. فطبعا كان مصر يمكن السيد الرئيس كان متولي جدا الموضوع، وبدأنا يطرحوا وزارة الكهرباء أو بالتحديد الشركة المصرية نقل الكهرباء يطرحوا المشروعات أو يطرحوا للمستثمرين أنه يشتغلوا في المجال ده. هي فعلا تشيب على اللونج ران، تشيب خصوصا انها دلوقتي في مصر من الدول المستهدفه والاسواق المستهدفه اللي فيها منح جايه من اوروبا وجايه من البنك برضو الدولي لخدمه المشاريع دي، ويمكن البنك الاوروبي برضو ساعد كتير جدا في تنميه مشروع بنبان، وحاليا والمشاريع دلوقتي الروف توبس اللي هي على اسطح المنشات للمستهلكين العاديين فيها منح جاية من أوروبا، فكل ده بيساعد إنها برضو اقتصادية. خلينا نشرح للسادة المشاهدين إيه هي مصادر الطاقة المتجددة الفعلية في مصر اللي موجودة في مصر المتاحة. أنا دايما بتكلم في محاضراتي على حاجة اسمها الميزة النسبية. كل بلد في العالم فيها ميزة نسبية. هتروح البرازيل هتلاقي عندهم مصادر مية، عندهم بحر نهر الأمازون، فعندهم زي السد العالي بتاعنا مثلاً 10,000 مرة، فيقدروا يطلعوا ما بيطلعوش من الطاقة الشمسية بيطلعوا من المية. تيجي في مصر ما عندناش مصادر مائيه، عندنا كل اللي عندنا السد العالي وخزان اسوان وقناطر اسنا وقناطر اسيوط وكذا حاجه كده، بيطلعوا كلهم على بعضهم كده اقل من 3 جيجا، اقل من 3 جيجا وات. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا انتاجنا في حدود 57 جيجا وات، فانت بتتكلم في 3 جيجا وات ده رقم قليل 5% بس مثلا خمسة ستة في المية كل انتاجك. بعد كده هيجي طاقة الرياح، عندنا في منطقة جبل الزيت أكتر مكان في العالم بتبقى فيه سرعة الرياح منتظمة طول السنة واقتصادية، فجبل الزيت والزعفرانة بيطلعوا في حدود 1.2 جيجا وات. الجديد بقى الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية طبعا يعني احنا أول دولة في العالم اتعمل فيها محطة طاقة شمسية سنة 1912، اتعملت في منطقة المعادي وكانت بتطلع 37 كيلو وات، وناس عملوها وفعلا كانت شغالة. الطاقة الشمسية في مصر دلوقتي مصر رائدة في هذا المجال في مجالات كتير جدا، يعني احنا تفوقنا على دول كتير قوي في افريقيا، يعني المغرب والجزائر كانوا سابقنا، لكن الحقيقة احنا قطعنا اشواط ضخمة جدا قدامهم واللحاق بينا بقى صعب.
كم في المية من الطاقة المتجددة طاقة شمسية وكم رياح وكم طاقة كهرومائية ومصادر أخرى؟ 50% طاقة مائية، 25% طاقة رياح، 25% طاقة شمسية. باشمهندس، الطاقة المتجددة بقت حديث العالم كله، خصوصا بعد أزمة الطاقة في بريطانيا، أزمة الطاقة في أوروبا عامة، ارتفاع رهيب في الغاز الطبيعي. ما مدى أهميتها حاليا، وهل هي فعلا المستقبل أو هي رايحين لها بشكل كامل، ولا برضه هيفضل الوقود الأحفوري ما زال هو سيد الموقف؟ في كل بلاد العالم في حاجة اسمها الانرجي ميكس، مختلط ما بين الطاقات بأنواعها، الوقود الأحفوري اللي هو الفوسيل فيول اللي هو من البترول أو الفحم وما شابه ذلك، والطاقات المتجددة. مفيش دولة تقدر تستغنى في المرحلة الحالية بشكل تام عن الفوسيل فيول أو الوقود الأحفوري، لكن كل العالم بيتجه بقوة وبسرعة للطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص. هل البترول هيفقد أهميته تماماً في السنين القادمة ولا هيستمر معنا لسه سنين طويلة؟ البترول والغاز الطبيعي من المكونات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، لكن من الوارد أن في المستقبل تختلف النسب، وده بحسب الآليات اللي هيشهدها سوق الطاقة المتجددة، تطور التكنولوجي، تطورات الفنية في تحقيق استقرار للشبكة، مشروعات الضخ والتخزين، كل ده هيحدد في المستقبل التناغم ما بين المصادر وبعضها. ليه اشترينا محطات سيمنز وليه ما زلنا بنستخدم الغاز الطبيعي أو الديزل أو أي يعني مواد طاقة تقليدية طالما الموضوع بالبساطة والسهولة دي كده؟ لا، هو مش بالبساطة طبعا، هي الفكرة كلها طبعا، هو أولا في توجه، هو لازم إن حضرتك يبقى عندك جزء طاقات جديدة ومتجددة. يعني ما فيش دولة تقريبا تشغلها ب 100% طاقة جديدة متجددة، لأن ده حتة فنية شوية ما ينفعش. طبعا الطاقة الشمسية مثلا بنتكلم في النهار بس، طاقة الرياح 24 ساعة، لكنها برضو مرتبطة بدراسات معينة في اتجاهات وسرعة الرياح وهكذا. فلازم لابد يبقى عند حضرتك جزء معين طاقة برضو من الغاز والمازوت اللي بتشتغل بالمحطات التقليدية. فالنهاردة حضرتك مثلا احنا كاتجاه مصر مثلا كانوا حاطين المستهدف 20% من انتاج الكهرباء في مصر يبقى من الطاقة الجديدة، زي ما برضو نعيد تاني، من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية في 2022. يمكن 2022 العام القادم يمكن قربنا نعدي كمان ال 20%، والتوجه كمان أكتر إن في 2035 نوصل بقى الإنتاج من الكهرباء من نوصل ل 60%. النهاردة القانون اللي نازل في الجزء الخاص بالطاقة الشمسية اسمه النت ميترينج. يعني ايه نت ميترينج؟ يعني بمنتهى البساطة أنت حضرتك بتعمل محطة عندك في البيت فوق السطح طبعا على أعلى نقطة، المحطة دي إنتاجها بالكامل بيتضخ على الشبكة وبتشتغل مع الشبكة، بتركب عداد اسمه عداد تبادلي، بتشتغل مع الشبكة بنظام مقصة. يعني إيه؟ يعني أنت المحطة إنتاجها بيتضخ على الشبكة وبتيجي آخر الشهر بتتحاسبه كيلو قصاد كيلو. يعني أنا جيت استهلكت منك 1000 كيلو، اديتك 1000 كيلو، يبقى إحنا كده إيه حبايب مش عايزين حاجة. طب اديتك 1000 وخدت منك 800، فشركة الكهرباء بتقول لك يبقى انت ليك رصيد 200 كيلو هنرحلهم لك في الشهر الجاي. طب حصل العكس، هيقول لك انت عندك استهلاك 200 كيلو هتدفعهم بشريحة ال 200 كيلو. يبقى اذا رقم واحد انا وفرت في الشريحة، رقم اتنين انا وفرت في الاستهلاك بتاعي، رقم تلاتة انا طلعت بره بند الشرايح اللي يعني بالمختصر كده شركة الكهرباء بعت لي الكيلو بجنيه أنا برضو ديت لها كيلو بجنيه، بعت لي الكيلو بعشرة جنيه أنا ديت لها كيلو بعشرة جنيه، هو كيلو قصاد كيلو.